مشاهدينا الأعزاء، تتابعون معنا وبشكل حصري مباريات منتخبنا الأولمبي تحت 23 سنة والمؤهلة لبطولات آسيا في قطر وأولمبياد باريس 2024. كما يمكنكم متابعة البث الحي للمباريات على صفحات القناة في الفيسبوك واليوتيوب. نتمنى لكم طيب المشاهدة، كونوا على الموعد. برنس بيبي لصناعة الحفاضات الطبية، المنتج الوطني الطبي الأول في اليمن. نافع للعود، الخبرة والريادة.